وهذه رسالة وآخر مرة أقولها. هاشم هاشم ركز وحط بالك، صيف ساخن، أقسم بالله العظيم إذا ما في توظيف للشباب الكويتي وإعلانات مقبولة، الآن كل الطلبة خريجين، إذا ما في إعلانات مقبولة وتوظيف حقيقي، مو تحط لي إعلان ما يطلع منه من من منه، وتحط لي شروط صعبة، وتحط لي اختبارات ما يطلع منها لعيالكم، أقسم بالله راح يكون لنا موقف سلبي سلبي تجاه المؤسسة بداية دور انعقاد، وما راح أخليكم تتهنون في الأربع أشهر. والله ما تتهنون في الأربع أشهر هذه القعدة، لأن قعد لكم قعدة وفي بداية دور انعقاد أجيبكم هنا على القاعة وعلى المنصة، هني هجيبكم، ولا خليكم تنحاشون وقت الاستجوبات ما تجون على المنصة وتخلون وزير بروحكم مثل ما سويتوا بخيط الرشيدي والقيادات السابقة. هذا انذار أخير، إذا ما في توظيف للطلبة شروط معقولة لهم والله العظيم استجواب، وراح أقعدكم على المنصة واستجواب. يمكن أقدم ثلاث أربع استجوابات، حتى لو نجح الأول أقدم ثاني ثالث أربعة، لا أطلعكم ذليلين. اللي ذل الطلبة ويذل الكويتيين يستحق ان حنا نذله، والله لا اذلكم ذل في الصيف ولا اذلكم ذل على المنصه. افتحوا التوظيف، مؤسسه العامه مليانه الوظائف ما قاعده توظف، تقدر تستوعب الشارع كله، توظفون العماله وتنقلونها من عقود مقاوله لعقود عامه برواتب كبيره، شهاداتهم متدنيه، خبرتهم ضعيفه، وهالتقارير تقوله خبرتهم ضعيفه وشهاداتهم متدنيه، تحاربون الكفاءات الكويتيه وتحاربون الكويتيين. التوظيف في القطاع النفطي خط احمر، ما نبي مناقصات، احنا ما قاعد نشحد منكم ولا احنا حراميه ولا احنا اصحاب مناقصات، وقفوا الطلبه.